اليوم نعطيها انا 1000 ريال وقول لي مشي للسوق وتقدا ديك التقديه اللي تقديت انا وشوف شحال غادي يشيط لي وشوف شحال غادي يشيط لي. صبرت ليه، صبرت ليه المره الاولى، صبرت ليه المره الثانيه، وهذا السيد ما كيسكتش، تيبقى يتكلم وتيبقى يهضر. اسيدي الا ما عجبتو شي ما كلتي، هذاك شغلو انا اللي طيبتها بيديا والناس كتعرفني. على 40 ريال بقات لي في جيبي، دار لي واحد المشكل والله ما سكت ولا حشم قدام الناس، راه هما كيتصدوا ليا ويعاود يكرر ويقول هاد الهضره ثاني عاود قدام حنا الناس مجموعين والناس كلها مجموعين. وتيقول تيقول لك انا عطاني فلوس تقديه ومشيت تقديت، شريت الكرافس، شريت لي قامه، شريت تحميره ومن فوق نسيت اللحم وكل شيء اللي وقع بالغديد. صبرت ليه واش غير هو اللي معروض؟ راه معروضين كاع الناس كلهم، راه الاحزاب كلهم معروضين، راه معروضين كاع الناس، راه منهم البرلمان. خليه يخرج يمشي مشي الفاز سيدي، يشرب حالي الفاز. لا جي عندي انايا، لا جي عندي انا. هذيك الحنانه اللي كتشوف راه مقيومه عليا ب 60 درهم، راه فيها وجدت من جيبي، راه مقيومه عليا ب 60 درهم. خرج للسوق وسول على الخضره، سول على القزمر، سول على المعدنوس، خصك تشوف اش فيها تحميره وزر سكين جبير. السيد هادشي هادشي اللي تيقول هاد السيد هذا ما مفهومش. داكشي قلنا غادي يمشيو مجموعين عند السيد، وحنا كل واحد فينا اتفقنا باش نمشيو معروضين ونفطرو عنده في هاد ليلة رمضان، وكل واحد اتفق فينا باش يعطي واحد النصيب داكشي اللي قسم الله باش نديرو واحد البرمة ديال الحريرة وناكلوها عنده وهو عارض علينا، وعطينا واحد البركة، كل واحد عطى واحد البركة باش يمشي يتقدى في السوق ويصوب لنا الحريرة. ايوا مشى سيدي تقدى من هنا ومن هنا ومن هنا وعاوننا باش يجيب شي الحيمات، ومشى جابنا على الخضرة ودارنا الحريرة كتر فيها التحميرة. انا كنظن سيادنا بالعينيه حمضها وحررها وعرفني انا ما كناكل شيء الحرور، وداك الشيء قاصح عليا ومانع عليا على الطبيب، وراه دارنا الحريره حررها وحررها عليا. لا 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 سيدي ماشي هكذاك، ماشي هكذاك اللي كيعاوده، ماشي هكذاك كيعاودها، ولكن عنده الزهر، عنده الزهر اللي ما شريتهاش ليه كلها شكلاط، ونخليهم بلا فطور يفطروا بالشكلاط.